أخضر ساحر هتشوفه على وجه الأرض، بيقال إنه مات بعد ما شاف الشيطان، والسحر ده اسمه السيد الحسيني. قصته وراها أسرار وتفاصيل مرعبة جدا، لكن نهايته كانت غريبة جدا وكان وراها غموض غير طبيعي. طب مين هو السيد الحسيني وإيه هي قصته؟ خليك معنا للنهاية عشان تعرف التفاصيل بالكامل، بس ما تنساش تعمل لايك عشان تشجعنا على نشر المزيد، ويلا نبتدي القصة على بركة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السيد الحسيني الناس ما بدأتش تعرفه إلا في سنة 1988، وده بسبب ان هو كان ظهر في فيلم اسمه عاد لا ينتقم. والسيد الحسيني بيقال عنه ان هو كان من اشطر طلبة الساحر عبد الفتاح الطوخي، وعبد الفتاح الطوخي اسطورة من ضمن الاساطير. ولو بحثت على قصته على جوجل هتشوف حاجات عمرك ما كنت تتخيلها. الطوخي ده اساسا كان عنده معهد، بيقال ان هو كان معهد لتعليم الفلك، لكن هو في الاساس كان معهد بيعلم السحر بجميع انواعه. وفي الوقت ده كان من اشطر طلاب الطوخي هو السيد الحسيني. والسيد الحسيني ده الناس كانت بتقول عنه ان هو يعتبر زعيم من ضمن زعماء الجن والشياطين. والسيد الحسيني كان بيلجأ له اكبر المشاهير في الوطن العربي، غير المؤتمرات اللي هو اساسا كان بيحضرها على اساس ان هو بيعلم الفلك. لكن في الاساس اغلب الناس كانت عارفة ان الراجل ده تخصصه في السحر وبس. وطبعا من كتر ما كان بيسافر من دولة لدولة ومكان لمكان بقى ليه زباين كتيرة جدا. بدأت قصة السيد الحسيني في سنة 1988 لما قرر المخرج ياسين اسماعيل ياسين ان هو يستعين بالساحر السيد الحسيني عشان يمثل دور في الفيلم كانوا بيتكلموا فيه عن الروحانيات. وكان سبب اختياره للراجل ده بالذات ان هو كان عايز الناس اللي بتتفرج على الفيلم يحسوا ان المشهد ده حقيقي. وطبعا اتفق معاه المخرج في الوقت ده ان هو ما يقولش كلام حقيقي من الحكايات اللي هو بيعملها، وده عشان محدش من الناس اللي هتتفرج على الفيلم يتأذى. لكن السيد الحسيني قرر ان هو يخدع المخرج، وقرر ان هو يقول عزيمة اسمها العزيمة البرهتية، والعزيمة دي محدش يعرفها في العالم كله غير عدد قليل جدا من الصحراء. والعزيمة دي تعتبر واحدة من اقوى وابشع طلاسم السحر الاسود، وطبعا العزيمة دي ما بتتقالش غير بلهجة وطريقة معينة. والسيد الحسيني كان عارف كل الطرق اللي هي محتاجاها، والعزيمة دي المفروض ان مفعولها ما بيشتغلش من اول مرة، لان المفروض هو بيقولها على كذا مرة وكذا تكرار. وكمان حاجة من ضمن الحاجات اللي لازم تتعمل عشان العزيمة دي تشتغل ان الساحر لازم يقولها بعد كل صلاة 7 مرات، والعدد ده بيزيد كل يوم لحد ما يوصل للمرحلة اللي هو هيكون فيها قال العزيمة دي 49 مرة. وبهنا المفروض ان العزيمة دي هتبدأ تشتغل. وبيقال ان العزيمة دي اغلب الاسماء اللي فيها هي اسماء شياطين، ومع ان الشروط دي كلها ما كانتش متوافقة في وقت الفيلم عشان العزيمة تبدأ تعمل مفعولها، الا ان في وقت التصوير فعلا حصل حاجات غريبة ومرعبة جدا في قلب اللوكيشن. وكان في ناس من ضمن فريق العمل اللي موجودين في مكان التصوير بيقول ان وقت ما السيد الحسيني كان بيقول العزيمة في حاجات غريبة ظهرت، وكان بيقسم ان هي حقيقة ومش تهيؤات. ده غير ان طبعا في الوقت ده الكل كان مرعوب، وكانوا بدأوا يتأكدوا ان هو فعلا قال عزيمة حقيقية وبجد. ونيجي بقى لنهاية السيد الحسيني واللي كانت غريبة ومرعبة، واللي كانت في سنة 2003. في السنة دي تحديدا اتلقوا السيد الحسيني ميت في مكتبه، وبيقول الشخص اللي دخل عليه في الوقت ده وهو ميت ان هو اتفاجئ بمنظره المرعب جدا، لان هو في الوقت ده كان فاتح بقه على الاخر وكأن عينه كانت مبرقة، وملامح وشه كان باين عليها اثار الرعب والفزع من حاجة، وكأنه شاف حاجة مرعبة جدا هي اللي ادت لموته. والناس هنا كانت مستغربة جدا من ايه اللي شافه الحسيني وخلاه مرعوب كده، بالاخص ان اغلب سكان منطقته كانوا بيقولوا عليه ان هو ما بيخافش من اي حاجة، وده طبعا بسبب شغله مع الجن والشياطين. لكن وفاة الحسيني تم اتهام فيها كذا حد ومن ضمنهم مراته، وده بسبب ان جيرانه كانوا بيقولوا دايما ان كان في بينه وبينها مشاكل، وكان من النادر اما مشاكلهم دي بتخلص. ولما الطب الشرعي قرر ان هو يشرح السيد الحسيني عشان يتأكدوا اذا كانت مراته هي اللي موتته مسموم ولا لا، لكن الطب الشرعي في الوقت ده اكتشف ان مفيش اي اثر لعلامات التسمم في جسم السيد الحسيني. والاغرب في الموضوع ده ان الطب الشرعي اثبت ان مفيش اي سبب واقعي لوفاته، لكن في الحقيقة ان في الوقت
الوقت ده الناس بدأت تقول عن السيد الحسيني ان اللي قتله مش حد من البشر، لان الناس في الوقت ده بدأت تقول ان اللي قتل السيد الحسيني هم الجن والشياطين، بالاخص ان هو في ايامه الاخيرة الناس بتقول عليه ان هو كان اتطور جدا في السحر والشعوذة. ولما الشرطة كانت بتفتش بيت السيد الحسيني كانوا مصدومين جدا من المناظر اللي هم شايفينها، لان هم شافوا في البيت ده كمية كبيرة جدا من الورق اللي مكتوب عليه كلام مش مفهوم ومرشوش بالدم، ده غير كمية الصور الكبيرة جدا واللي كان معمول عليها اعمال اللي هم شافوها. وطبعا انا لو قعدت احكي لك من هنا لبكرة عن الحاجات اللي هم اتفاجئوا بيها في بيته هتتصدم من شدة بشاعتها. وفي ناس كانت قريبة جدا من السيد الحسيني كانت بتقول ان هو قبل ما يموت كان بيقعد يقول لهم ان هو بيحضر لكيان كبير جدا، والكيان ده كان تقريبا كده كان عبارة عن شيطان، وكان بيقول لهم في الوقت ده ان الكيان او الشيطان اللي هو بيحضره ده هو هيكون اقوى حاجة عملها من يوم ما دخل عالم السحر والشعوذة. وفي ناس بدأت تقول ان هو ده اكيد سبب موته، لان هو اكيد كان اقوى منه ومقدرش يسيطر عليه. لكن الحاجة المنطقية اللي الناس كلها متأكدة منها ان السيد الحسيني لحد النهاردة موته فيه اسرار غامضة كتيرة جدا، ومحدش يعرف ايه السبب الاساسي في موته. ودي كانت قصة السيد الحسيني اخطر ساحر في مصر، وبكده نكون وصلنا للنهاية. اتمنى ما تنساش تشترك في القناة وتعمل لايك لو الفيديو ده عجبك، واشوفكم على خير الحلقة الجاية، والله الموفق والمستعان، والسلام عليكم ورحمة الله.